مشاهدينا الكرام، مشاهدي سي بي سي في كل مكان، لسه مستمرين مع حضراتكم من جوهرة تاج البحر الابيض المتوسط من لؤلؤة الساحل الشمال الغربي لمصر، مدينة العالمين الجديدة، واللي لسه بتشهد فعاليات وانشطة اكبر حدث ترفيه في مصر والشرق الاوسط، مهرجان العالمين، واللي بيعقد للعام الثاني على التوالي هنا في المدينة التي لا تنام، مدينة العالمين الجديدة. حان المهرجان بيحظى باقبال وزخم كبير من قبل الجمهور المصري والعربي والاجنبي في كل ركن، في كل شبر من اركان مهرجان ومدينة العالمين، وده بسبب على عدد الفعاليات والانشطة الكثيرة المتنوعة اللي قبل كده زي ما قلنا قبل كده بتناسب مختلف الاعمار السنيه ومختلف الاذواق اللي بتيجي مهرجان العالمين، سواء فيما يخص الانشطه الثقافيه او الفنيه او الترفيهيه. حاله من الجمال، حاله من الحب، حاله من البهجه والسرور مرسومه على وجوه الناس هنا في مهرجان العالمين، وناس مبسوطه جدا بهذه الاجواء الصيفيه الاكثر من رائعه في هذه المدينه الجميله. الحقيقه النهارده عندنا مفاجاه عايزين نقدمها لحضراتكم من خلال مهرجان العالمين، وزي ما قلنا ان هو بيحظى باقبال جماهيري كبير كل يوم، في مفاجآت كتير جدا. يمكن مفاجأتنا النهارده بتتمحور حوالين ان في عريس وعروسه موجودين في مهرجان العالمين، واختاروا مهرجان ومدينة العالمين عشان تكون بدايه خير وفرح ليهم. نحاول بقى نتعرف عليهم ونشوف الدنيا معاهم ايه. اتعرف بحضرتك اولا، الف مليون مبروك. اتعرف بحضرتك في البدايه، محمود عبد الحميد. اسمك يا عروسه؟ ندى محمد. برحب بحضراتكم على شاشه سي بي سي وبنقول لكم الف مليون مبروك. عايز اعرف بقى منك يا عريس، ليه اخترت مدينه العالمين ومهرجان العالمين عشان يمكن تكون اول الساعات الفرح بتاعتكم الجميله؟ عشان مدينه العالمين مدينه يعني احسن مدينه في مصر حاليا، وهي مشهوره جدا، يعني هتبقى مشهوره اكتر حاجه في مصر. ومدينه العالمين من افضل الاماكن اللي هي هتبقى افضل اماكن في السياحه. طب ايه رايك في الاجواء هنا عامله ايه؟ كلمنا عن احساسك وشعورك الجميل. صراحه يعني انا مبسوط جدا، مبسوط جدا، والمهرجان اللي معمول ده العالم عالمين حاجه طبعا في قمه السعاده وحاجه جميله والله. رأي العروسة، قولي لي بقى ليه اخترتوا المدينة والجمال عشان تكون أول ساعات فرحكم الجميل؟ عشان مدينة العالمين مدينة جميلة ورائعة وكلها أجواء حلوة وأجواء سرور. لو قلنا عروسة، إيه أكتر حاجة عجبتك في مدينة العالمين؟ إيه ممكن تكون إيه؟ صراحة هي كلها جميلة، كلها حاجة كده تحفة وحاجة رائعة، يعني مفيش منها أصلا. وأحلى حاجة مهرجان العالم عالمين. مبسوطين يعني؟ مبسوطين. ربنا يخليكم، الف الف مليون مبروك، وبنبارك لكم عبر شاشه سي بي سي، وبنقول لكم يا ربنا يجعل ايام كلها فرح وخير وهنا وسرور باذن الله. متشكرين والف الف مليون مبروك. يعني لفته انسانيه جميله، يعني حاجه من المفاجات الجميله اللي موجوده في مدينه العالمين. وزي ما قلنا المهرجان بيحمل بالعديد من المفاجات والحاجات اللايت الجميله الموجوده، وكل ساعه وكل ده بالله حاجه جميله وحاجه مبسوطه. حبينا نشارككم يعني الفرحه الجميله بتاعت العريس والعروسه هنا في مهرجان مدينه العالمين. ناس مبسوطه، ناس فرحانه، يعني العريس والعروسه اختاروا مهرجان العالمين ومدينه العالمين عشان تكون بدايه فرح ليهم وتكون ذكرى جميله ما ينسوهاش خالص في حياتهم. حبينا نشارككم انتوا كمان الفرحه، وحبينا كمان انكم تشوفوا معانا اللحظات الجميله بتاعت العريس والعروسه. ويمكن زي ما قلنا لسه مهرجان العالمين مليء بالمفاجآت الجميله والحاجات المبهجه الجميله اللي موجوده في مدينه العالمين. يمكن دي كانت رسالتنا النهارده من المدينه التي لا تنام، من جوهره تاج البحر الابيض المتوسط، مدينه العالمين الجديده.